احكي لنا بقى انت بدأت ازاي قصة الباليه وانت في سن 27؟ انا كان حلمي ان انا ارقص باليه من وانا صغيره، من وانا تقريبا عندي 10 سنين او 11 سنه. فكان طبعا كله بيقول لي انت كبرتي جدا، لا ده لازم من وانت عندك 3 سنين او 4 سنين. فطبعا ده الصح يعني. وبعدين اكتشفت بقى خلاص يعني حلمي، وبروح الاوبرا وبتفرج على عروض الاوبرا والباليه وكده. وبعدين فجاه لقيت على السوشيال ميديا اكاديمي بتعلم باليه للكبار من اول سنه 18 سنه مبتدئين. كلمتهم في نفس الوقت قلت لهم انا عايزه ابدا اتعلم باليه. فقالوا لي اوكي، قلت لهم عندي 27 سنه ينفع؟ قالوا لي اه تمام. طب انا محجبه، فكنت متخيله يقولي لا. فقالي لا ما فيش مشكله، ده في كلاس للبنات يعني. رحت وبدات في الاول، ما كانش في خيالي خالص ان انا عمري هطلع على المسرح، متخيله برضو انه هيكون صعب بالحجاب. بعدها بفتره حوالي كان بقى لي حوالي سنتين ونص تقريبا بتعلم باليه، طلعت بقى على المسرح في اول عرض، شاركت في 3 عروض. العرض الاخير ده اللي هو كان بيتعرض فيه دي السولو دانس بتاعتي، بطلع على المسرح بلبس دراس عادي بكم، بغطي شعري بحاجه سودا بحس ان انا ما بقاش مختلفه عن باقي البنات اللي معايا. طبعا ان انا اتعلم على البوانت بقى ده يعني حاجه تانية بقى، جزء تاني صعب جدا. البوانت ده اللي هو ايه بس؟ عشان اللي هي الشوز بتاعه الباليه اللي انا ببقى واقفه على ترتيب الصوابع دي. فطبعا ده بقى صعب جدا، كل الناس قعدت تقول لي في البدايه هيبقى صعب قوي ان انت تتعلمي في سن كبير، لازم تكوني من سن صغير. مين اللي كان بيقول لك كده انش؟ يعني الناس اللي كانت دايما بتحبطك كانوا مين؟ ناس في البالي يعني. هو ده الصح يعني، انه المفروض ان انا اتعلم فعلا من سن صغير عليها، لان هي خطر جدا على سن كبير. خطر؟ خطر يعني ليها اضرار؟ لازم اضرار طبعا. الرجل لازم تكون، عضله بتاعه الرجل لازم تكون متدربه كويس، الرجل لازم تكون مجهزه ليها كويس، تمرينات دربتي كويس بتقدري ان انت توصلي للاحترافيه يعني. بالظبط كده. طبعا انا بقى عندي شغف وحلم حياتي ان انا اتمرن بيها. فطبعا لازم باذن من المدربه بتاعتي ان انا ابدا عليها. فكان بقالي حوالي سنتين ونص بتمرن باليه وعمري ما كنت اتمرنت بيها. حلو قوي. فطلبت منها ان انا عايزه ابدا اتعلم دي على كوبري قصر النيل. حلوه قوي.